راح اشوفكم ابداع وانجاز حقيقي ما حد مسويه بكل العالم. عمرك بحياتك شفت اكو دولة، تمام، دولة، هاي الدول العظمى، من الدول العظمى من هو؟ بريطانيا طز قدام الانجاز اللي راح اشوفه هسه، الولايات المتحدة طز قدام الانجاز اللي راح اشوفه هسه، المانيا وسياراتها ومرسيدساتها طز قدام اللي راح تشوفه هسه. عمي انجاز، عباقرة، مبدعين، لا ياخذك الفضول. تعال ادري هذا الجسر حاطينه هنا، لا اكو بيوت، لا اكو يمه، بس بنزين خانه، وحاط له جسر منه جسر مشات، من يصعد عليه باع حاطينه بالصحراء، الله يصعد عليه المن حاطه. ادري هذا الجسر خليه هنا، لا اكو بيوت، لا اكو يمه، بس بنزين خانه، وحاط له جسر منه جسر مشات، من يصعد عليه باع حاطينه بالصحراء، الله يصعد عليه المن حاطه. كاف كاف، يعني صدق، يعني والله حقه، يعني حقه حاطين جسر بالصحراء. هذا تدرون ايش قد مكلف فلوس؟ زين حاطين هذا الجسر بالصحراء، من يصعد عليه؟ الكلاب، ها، من يصعد عليه؟ وتخيلوا وصلنا الى درجه المهندسين مالتنا والطرق والجسور يفكرون بالكلاب، لانه خاف الكلب يعبر منه ويندعم فيصعد على هذا الجسر وينزل منك بامان. طبعا احنا مع حقوق الحيوان، احنا مع حقوق الكلاب يا بشر، احنا ويا حقوق الكلاب. هنا هاي الصحراء شكو بيها غير الكلاب، تصعد من هنا وتنزل من ذيك الجهه على مود ما تندعم. لا يا ابو عقل، لا يا ابو راس، مسوي لي جسر بالصحراء، وش قد قاط بيه هذا؟ ايش قد قاط بيه؟